مجهود مؤمن زكريا والاغنيه الجميله امبارح اللي اتعرضت واللي جاهزه بالنسبه لنا، لان احنا امبارح كنا بالتاكيد سعداء بهذه الاغنيه وبهذا الاهداء الجميل لمؤمن زكريا. نخرج نسمع الاغنيه ونشوف الرسائل اللي توصلت امبارح لمؤمن زكريا، ثم نعود الحديث عن الاستعداد لمباراه القمه والرسائل المعنويه النهارده اللي كانت موجوده في ملعب مختار التتش بالجزيره. فرحتنا وكتير متعتنا وجه دلوقتي دورنا ندعي لك كلنا. سافر ومعاك قلوبنا ما انت اخونا وحبيبنا وبميت سلامة يا مؤمن بكرة هترجع لنا. الميت مليون ورا احنا اخواتك معاك اوعى تفكر في شيء خليك مؤمن يا مؤمن بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. الميت مليون وراك احنا اخواتك معاك اوعى تفكر في شيء خليك مؤمن يا مؤمن بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل معاك قلوبنا ما انت اخونا وحبيبنا وبميت سلامة يا مؤمن بكرة هترجع لنا وهترجع تاني لينا وهتفضل بين عينينا تيجي بجوان وتفرح ملايين جمهور نادي. خليك مؤمن يا مؤمن بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. بالتأكيد زي ما سمعتوا الرسائل المعنوية والمهمة جدا، عايز أشكر بالتأكيد كل فريق العمل اللي اشتغل على هذه الأغنية وهذا الإهداء لمؤمن زكريا قبل سفره لألمانيا بساعات قليلة جدا، ليها ردود فعل إيجابية بالتأكيد. المرحلة المعنوية المهمة جدا في هذه الفترة بالنسبة لكل اللاعبين وتحديدا بالنسبة لمؤمن زكريا. عايز أقول كمان جزئية مهمة في موضوع مؤمن زكريا، دايما النادي الأهلي لما بيتعامل مع لاعبيه بيتعامل بسرية شديدة جدا، وعلى مدار آخر ثلاثة شهور أو آخر شهرين تحديدا النادي الأهلي في هذا الملف كان بيتعامل بسرية شديدة حرصا على مصلحة اللاعب والاهتمام باللاعب بالنسبة للمرحلة القادمة. في كتير من الناس ممكن يستغلوا أحداث زي دي ويطلعوا يعلنوا مثلا خبر زي ده أو يتكلموا مع الجمهور والإعلام ويقولوا للناس تفاصيل الموضوع وإن إزاي هيحصل الفترة الجاية، لكن النادي الأهلي حرصا على الخصوصية بالنسبة لمؤمن زكريا واحتراما بالتأكيد لرغبته لغاية لما يسافر ويتعالج ويبقى كويس ويرجع إن شاء الله. والنادي الأهلي بالتأكيد ومؤمن طلع قال الكلام ده حتى إن هو النادي الأهلي متابعه وبيتابع معاه كل التفاصيل دي خلال الأيام الماضية أو خلال الشهور الماضية. فالنادي الأهلي كان بيتعامل مع الملف ده حرصا على مصلحة اللاعب وإن إزاي اللاعب أهم حاجة يكون يرجع لمستواه ويرجع للكوره من جديد، ودي مدرسه النادي الاهلي دايما مش من طبعها ان هي تطلع تقول اي تفاصيل او اي اخبار متعلقه باصابه لاعب او اي حاجه شخصيه متعلقه بلاعب، لا بنحافظ على السريه في مدرسه كده معينه داخل النادي الاهلي، بنحافظ على الخصوصيه داخل النادي الاهلي. لكن اللعيب طالما هو ليه رغبه ان عايز يقول للناس انا وضع ايه او انا المرحله الجايه بالنسبه لي ايه، كلنا بندعمه كلنا وراه، وان شاء الله باذن الله مكانك يا مؤمن موجود جوه النادي الاهلي ومكانك موجود في بيتك لانك احد ناشئي النادي الاهلي واللي اتربيت وتواجدت داخل النادي الاهلي منذ البدايه.